أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول قبل البدء: أولا، اعلموا ما حدث من تعد سافر ووقح على صحن الكاظمي الشريف له استفزاز لأبناء المذهب، فأقول: تحلوا بالصبر إلى أن يحكم الله، والله خير الحاكمين، ولا يخرجوكم عن دينكم، فهم يريدون إشعال الحرب، وكلما أشعلوا ناراً للحرب أطفأها الله. فلأجل شجب واستنكار مثل هذه الأعمال الإرهابية الوقح الصلاة على محمد وآل محمد. قولوا معي ثلاثاً رجاءً: كلا كلا للإرهاب، كلا كلا للإرهاب، كلا كلا للإرهاب، كلا كلا للإرهاب، كلا كلا نواصب، كلا كلا نواصب، كلا كلا نواصب، كلا كلا نواصب. نعم نعم يا حسين، نعم نعم كربلاء، نعم نعم كربلاء، نعم نعم كربلاء، نعم نعم كربلاء. ثانيا، نريد من العراقيين الغيورين على وطنهم أن يجعلوا شعارهم في اليوم العاشر من محرم هو ترك الدنيا وترك أعمالهم مطلقاً، واللجوء إلى الشعائر الدينية رجاءً أكيداً. فهذا تحدٍ للنواصب الذين نصبوا العداء لأهل البيت سلام الله عليهم. أحاول أن أقرأ زيارة عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميع، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجعلت وعظمت وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمراء، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرمه مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيتك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. اللهم صل على رسولك محمد وعلى وليك علي وعلى بنت نبيك فاطمة الزهراء وحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن، صلواتك عليهم أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عذرا أيها الأخوة الأعزاء، فإن ما كنت أتمناه ألا تكون في هذه الفترة أي خطبة سياسية على الإطلاق، وخصوصاً ونحن في شهر محرم الحرام وفي العشرة الأولى منه بالذات، إلا أن العدو والمحتل قاتلهم الله لا يجعلوا لنا فرصة لأن نخوض بأمورنا الدينية، بل يتعمد إلى ذلك عن علم وعمد، فإنه قد وجد منا خوضاً بمثل هذه الأمور، فلكي يبعدنا جاء ببتعة جديدة عليكم لا علي بطبيعة الحال. فإني أعلم كل العلم بأن أمريكا والاحتلال لا يسمح بقيام دولة إسلامية في العراق ولا إقامة الحكم الشرعي، فهو عندما دخل إلى العراق وادعى أن فيها أسلحة دمار شامل فكان قاصد إلى الإسلام بطبيعة الحال، فهم يعتبرون الإسلام سلاح دمار شامل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. لكن انظر إلى عظمة الله وقدرته، فهم على الرغم من معرفتهم بذلك واعترافهم به حسب عقولهم القاصرة، إلى أن الله جعلهم يدخلون بالفخ كما يعبرون، أدخلوا أنفسهم في وسط سلاح مدمر للباطل وأهل الباطل وعدو الله وعدوكم أجمعين. وإني قلت في خطبة سابقة إن أي تعد على الإسلام لا نسكت عنه، لا من قريب ولا من بعيد، ولا تتصوروا أيها الأعداء إن الإسلام ضعيفا، فإن لغة السلاح والدكتاتورية أوصلتكم إلى مثل هذه النتيجة الفاسدة والخاطئة بطبيعة الحال، إلا أنكم لو صححتم نظرتكم وأنا لكم هذا، فإنكم صم بكم عمي فأنتم لا تبصرون، أي أنتم كأعمى البصر والبصيرة، أي مادياً ومعنوياً. لو صححتم نظرتكم لكانت النتيجة أن القوة بالإيمان لا بالسلاح، ولو أرجعتم البصر كرة أخرى ينقلب إليكم البصر خاسئاً وهو حسير. ألم تجدوا أن الإيمان والممحضين له هم المنتصرون دون الباطل دوماً، وإن الباطل ومن محض الكفر هم الخاسرون؟ لكنكم قوم تجهلون بمعنى الكلمة كل الجهل، بل جهل مطبق لا تعرفونه، لا تعرفون حتى أتفه الأمور. وهذا ما دعا السيد الوالد قدس سره إلى طرح أطروحة عظيمة في الأعور الدجال، حينما قال قدس سره أنه ينظر بعين واحدة، وهي عين القوة والدكتاتورية والحروب والقتل والتشريد، وترك العين الثانية ولله الحمد ليوقع نفسه بالحرج والضيق والضياع بعونه تعالى. انظر كيف هم يجهلون، وهم من يجب أن يطلق عليهم متخلفين للإسلام وأهله والحق ومن اتبعه، فهم ينظرون بمنظارين أو أكثر كما لا يخفى. ستقولون لهم، ستقولون لم هذه الشدة؟ ألا تتقيهم؟ أقول إنه إذا يخاف على بيضة الإسلام
فلا يمكن السكوت بعد الآن، ولا أريد أن أطبق بعض ما يتبعه البعض حيث يقولون اترك أمريكا تعمل فلعلها تنفع، بل أقول هي تضر دائما وأبدا. أرأيت عدوا ينفع عدوه؟ ألم تنتظروا صداما وانظروا ماذا فعل بكم أيها الناس؟ وليس دائما يكون السكوت هو منطلقا، فأنا وعلى الرغم إني لم أكن موافقا على ما نشرته بعض القنوات من أني أهدد بثورة مسلحة، إلا أني بعدما وجدت من تعد على المسلمين والأغلبية وعلى دستورهم وعلى ما سلط على رقابنا من المحتل والأمم المتحدة ومجلس الأمن، وها هو أيضا ثالوث مشؤوم والعياذ بالله، اضطررت إلى أن أقول إني أنصح وأحذر في نفس الوقت وألفت أنظار الثالوث المشؤوم الأول والثاني معا، إنهم إذا لم يتركوا الإسلام والشعب العراقي فلن أسكت عن ذلك، ولا التهديد بالقتل أو الاعتقال يخوفني، فأنا إلى هذا الطريق سائر وأهلا به ومرحبا، فهو طريق آبائي وأجدادي سلام الله عليهم. وإن لم أكن قائلا لذلك لثارت مثل هذه الثورة، لأن الشعب العراقي غيور على دينه ومذهبه وبلاده، فلا أنت يا محتل ولا كبيركم يستطيع محو الإسلام، فقد قال تعالى إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإن تحديت الله فلا المسيحيين يقبلون بذلك ولا المسلمون ولا اليهود، فهم لله عابدون. لكن قد يقال إنكم لا تملكون السلاح لمقاتلتهم، أقول نعم، لكن الله معنا والإيمان سلاحنا، فانتظروا أيها المؤمنون وكونوا على أهبة الاستعداد وكونوا على قدر المسؤولية، وإياكم أن تفعلوا شيئا قبل أن يأتي أمر حوزتكم. قد قال السيد الوالد قدس سره لا تفعلوا فعلا ولا تقولوا قولا إلا بعد مراجعة الحوزة بطبيعة الحال، فلا تنسوا ذلك وإذا هلكنا. واعلموا أيها المؤمنون إنهم يريدون استعمال حق النقد ضد أي قرار ينفع الأغلبية، فأقول لو استعملوه لما تركوا للشعب العراقي أي فرصة لإبداء الرأي، ولصادروا رأيه وحريته. وأهيب من مجلس الحكم أن يتعاون قدر الإمكان مع المؤمنين والشعب العراقي المظلوم بأن يعلن العصيان والإضراب ضد هذا القرار، وإذا لم يفعل فإنهم سيكونون مقصرين أمام الله وأمام الشعب العراقي، وستكون لهم وصمة عار عبر التاريخ. واعلموا أيها الأخوة الأعزاء من المسلمين سنة وشيعة وعربا وأكراد ومسيح ويهود وصابئة وباقي الأديان عموما، إني أعلن لكم من هنا إني درع لكم ولما ترغبون من حقوق وواجبات، وإن الإسلام له أولى بكم من الكفر والاحتلال، وإنهم لا يريدون بكم خيرا، فكم عشتم مع المسلمين بسلم وسلام وأمن وأمان ولا من مزعجات، فلنستصحب ما سبق وانظروا ماذا فعل الاحتلال من تفجير ورعب وإرهاب، قاتلهم الله إنهم لا يرعون عن قتل النساء والأطفال كما فعلوا في الإسكندرية من قصف المكان بالطائرات حسب ما قال بعض الشهود لو صح التعبير، وهذا ديدنهم بطبيعة الحال. وأرجو أن لا تزجوا أنفسكم بمعاداة المسلمين ومحاربتهم ومحاربة دينهم وعقيدتهم، فإن هذا قد يؤدي إلى حرب لا سامح الله، فأنتم لهذا رافضون وأنا أيضا رافض لذلك، فلا تضطروني إلى مثل هذه الأفعال
وعلى كل من سبب خضوع للمحتل أن يتدارك فعله، أما بالتعاون مع الشعب العراقي أو أن يتخذ طريق الحياد، ولا يتعاون ضد الإسلام مع المحتل. وإني من هنا أجدد دعوتي إلى الإخوان الأعزاء من قوات البيشمركة، فإنهم لذلك رافضون أيضاً، فعملنا واحد وهدفنا واحد ومصالحنا واحدة، فأهلاً بكم في كل مكان وزمان. إذن أطالب برايمر بالخصوص التراجع على ما صرح ضد الإسلام من أنه سيستعمل حق النقد ضد الدستور الإسلامي أو ضد الحكومة أو الحكم أو المحاكم الشرعية، وإلا فإنه يعتبر تعدياً على الإسلام. وإني لأقول هذا وقلبي للسلام محب وللسلم طالب، إلا أنني في نفس الوقت أرى التعديات على الدين كثيرة، وما حدث ضد إخواننا الأعزاء أهل السنة من قتل علمائهم وأسر نسائهم لهو أمر كبير أيضاً، ولن نسكت عليه أيضاً، فهم إخواننا في الدين والدنيا والوطن. وإذا كانت أمريكا تريد الاستقرار والسلام في هذه المنطقة حسب ما تدعي، فأنا مستعد للتعاون مع كل المسالمين ضد أي إرهابي، لكن يجب أن تثبت هذا بالقول والفعل، لا بالقول فقط. والفعل هو ترك الإسلام يحكم، وهو سيعطي حقوق الجميع، وإذا لم يعطي فيحق للشعب العراقي آنذاك فعل أي شيء ضد هذه التعديات، وليس لأحد حق تقرير المصير إلا الشعب العراقي. وإن رأيتم بعض الشواذ ممن يرغبون بالغرب وأفكاره فهم الأقلية جداً، وممن هم لا عقل لهم أصلاً، قاتلهم الله. وأقول لهم أن للغرب دولاً، اذهبوا لها إن شئتم، فلهم دولهم ولنا دولتنا واحدة بطبيعة الحال، لا دولنا، لأنهم متفرقون ونحن مجتمعون تحت لواء الحق إن شاء الله. وفي نفس الوقت أهيب من بعض النساء العراقيات الابتعاد عن الغرب الكافر، فإن وعده كوعد الشيطان، فإنه ما يعدكم إلا غرورا، فاتقين الله، وإلا كان مصيركن إلى النار. وفي نفس الوقت أرجو أن تبقوا المحافظات المقدسات بعيدة عن مثل هذه النماذج الغريبة أو الغربية المحتلة، ولا تجعلونها لهم مأوى لا سامح الله. وأيضاً أهيب من الدول المجاورة التعاون مع الشعب العراقي لغلق الحدود بينه وبين العراق، بينهم وبين العراق، لكي لا يدخلها كل داخل سواء المحتل أو غيره. وأخص بذلك الدولة العزيزة الكويت، ونظن أنها تشعر بشعور الشعب العراقي لأنها عانت من الظلم كثيراً، فلتبعد الظلم عن إخوانها في العراق، هذا لمصلحة الجميع، وهذا يشمل المجال الجوي والبحري أو البري على حد سواء، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأذكرهم أنه لا يجوز الاستعانة بالظالم، وخصوصاً بعد سقوط الهدام، فإن أمريكا سوف تصب غضبها على الشعب العراقي ليس إلا. وأخيراً أقول ربنا ابعدنا عن الحروب، وسهل لنا الدروب، لكي نعبدك كثيراً ونحمدك كثيراً، إنك كنت بنا رؤوفاً. ربنا إن لم نكن مستحقين لرفع البلاء عنا فدينك مستحق، ربنا فقنا عذاب النار. ربنا إن لم تكن دماؤنا طاهرات فهدفنا طاهر جليل. ربنا اغفر لنا تقصيرنا وإسرافنا على أنفسنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. واعلم أيها المحتل أننا متى دعونا الشباب فإنهم للدماء يرخصون وللدين يذهبون وعنه يذودون، فلا تتصوروا في يوم من الأيام إنهم مقصرون. جزاهم الله خير جزاء المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يا مسلم تعلم درس من ثورة حسين، يا مسلم تعلم درس من ثورة
ولد حسين وشد حالك بعزم الصدر واصحابه الطيبين، وامضي خلف مقتدى راعي العدل والدين. هاتمسك بيه تمسك، هاتمسك بيه تمسك، لا تتهاون شد الحيل. مسك بيه تمسك، لا تتهاون شد الحيل. مسك بيه تمسك، لا تتهاون شد الحيل. مسك بيه تمسك. يا ماما غلط عبد الله، يا شد الحيل، يا عبد يا الله، يا نور الصبر، يا نور الصبر، يا قائد شعب، يا بطل أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك، والبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، والبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرع إلى الله وإلى رسوله ممن أسس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثأري مع إمامي هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنهم وقالوا معلم مجنون، إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى ولينا علي وعلى شفيعتنا وشفيعة المؤمنين والمؤمنات فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى إمامنا الحسن، وعلى شهيدنا وأميرنا الإمام الحسين، وعلى أئمة المسلمين علي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة القائم المهدي، صلواتك عليهم أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
أن الإمام الحسين سلام الله عليه خط في قلوب المؤمنين والمؤمنات، إن حب الإمام الحسين خط في قلوب المؤمنين والمؤمنات، حب الخير والجهاد والتضحية والفداء والأمور السامية التي لولا ثورة الإمام لما زرعت ولما عرفناها على الإطلاق، وقد جسدها بأسمى معانيها، وكان مثال التضحية والفداء في سبيل الإسلام والمسلمين، حيث أنه لم يسكت على الطغيان والكفر والفساد والإرهاب، تلك الصفتان الدانيات، تلك الصفات الدانيات التي لا يتصف بها إلا كل فاجر كذاب. إذن فنحن أمام منحيين، منح الظلم والاستبداد والكفر والإرهاب، ومنح الإيمان والشجاعة والتضحية والفداء. فأما أن نتبع الحق وأما أن نتبع الباطل، فإن هذه الصفات صفات أزلية عبر مر السنين لا تنقطع أبدا، فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. ولا يمكن أن يكون الحسن قبيحا عادة ولا القبيح حسنا كذلك، إذن فنحن في خيار بين الجنة والنار. وهنا نذكر قوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إذن أصحاب الحسين ومن قاتل معه والمستشهدين بين يديه هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوانا، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. فإنهم ناصروا ابن بنت نبيهم ولم يتركوه في ساحة المعركة وحيدا فريدا، فإن كل من فعل حقت عليه كلمة ربك لا مبدل لكلماته جل جلاله. ثم بعد ذلك كله نحن سمعنا أنه ورد بما معناه: كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. إذن هذه الثورة ضد الطغيان تتجدد في كل زمان وفي كل مكان، فإن نهج الحسين موجوداً ونهج أعدائه لا زال موجوداً عبر مر السنين، ولا زال الصراع قائماً بين الحق والباطل، لا ينفك إلا عن انتصار الحق وخذلان الباطل على يدي الآخذي بثأر الحسين عليه السلام، ألا وهو الإمام المهدي عجل الله فرجه. وحسب فهمي فإن الحسين أراد بثورته على الكفر والطغيان أن يكتب رسالة إلى كل الأجيال جيلا بعد جيل، حتى تكون لهم قانونا يتبعوه ولا يزيغون عنه قدر أنملة لا سامح الله. وهذا القانون فيه عدة بنود، منها عدم الخضوع للاحتلال وللظلم والاستبداد، وعدم تمكينهم في بلاد المسلمين من بلاد المسلمين، وعدم تسليط الظالمين على رقاب المؤمنين والمؤمنات، فإن هذا لا يقبله لا دين ولا عقل ولا شر. فلو أن الخضوع ممكن أو جائز لخضع لهم وحاشاه، فإنه أبي الضيم وهو القائل: ونعم القول، ألا إن الدعي ابن الدعي ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، فهيهات منا الذلة، يأبى الله ورسوله، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. فلذا فهو أبى الضيم وهيهات أن يضام. فهو الذي استطاع أن يرعب الأعداء، وهو الوحيد الفريد بين آلاف الجنود المجندة، لم يلتفت إلى الخلف ولا طرفة عين، بل سار قدما نحو الموت وقال: هون علي ما نزل بي، إنه بعين الله. فكان أفضل مصداق للشجاعة والمروة، ولم ير مثله في ساحات الوغى حسب ما يعبرون. وهو القائل أيضا بما معناه: إن العيش مع الظالمين برما، فهو لا يقبل حتى العيش معهم، يعتبرها ذلة وخضوعا لهم. فهو الذي تربى بين أيادي لا تعرف إلا الله وحده، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
فهو الذي ترعرع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان عندما يراه يبكي عليه ويخبره بأنه سيقتل وأنه لا محيص عن الموت أبدا، فإنه خط الموت على ابن آدم كما خطت القلادة على جيد الفتاة. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل على الحسين عليه السلام اجتذبه إليه ثم يقول لأمير المؤمنين سلام الله عليه امسك، ثم يقع عليه ويبكي. هذا مضافا إلى ما ورد: نحن قوم كتبت علينا الشهادة فهي لهم عزة وهم لها محبون، لا يفرون عنها بل بها راغبون، وهم لم يسايروا أي ظالم، ولم يقل أحدهم آخذ منهم ما أريد، ولم يستعن بهم أبدا، ولم يستعينوا بهم أبدا، على الرغم من أنه يعلم أن ذلك يؤدي إلى استشهاده، وذلك لأنه يعلم بأن استشهاده ضروري للدين والمذهب. ألم تسمع قول الشاعر: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، فيا سيوف خذيني. إذن ننظر كيف هي سامية تلك الأهداف التي من أجلها قتل الحسين، ومن أجلها سالت دماء طاهرات، ويا لها من دماء، لولاها لما كنا قد استطعنا التمسك بديننا الحنيف، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، فهو جعل من نفسه قربانا إلى الله. ألم تسمع قول السيدة زينب عليها الصلاة والسلام: اللهم تقبل منا هذا القربان الذي ما أن تمسكنا به رضي الله عنا، وإن تركناه غضب علينا. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما معناه: حسين مني وأنا من حسين، ومن أحب حسينا فقد أحب الله. إذن فحب الحسين مقدم لحب الله، ولا يمكن أن يحب الله إلا إذا أحب حسينا. وعموما إذا كان الحسين عليه السلام من النبي والنبي منه، فحبه حب للنبي وبغضه بغض للنبي. وطبعا من أحب الرسول فقد أحب الله، ومن أحب الله فقد أحب الرسول أيضا وبلا أدنى شك. ولذا فإن ذكر أهل البيت ومنهجهم باقي لا يزول بعونه تعالى، وبالخصوص ذكر الإمام الحسين سلام الله عليه. ألم تسمع ما ورد: إن للحسين حرارة في قلوب محبيه لن تنطفئ إلى يوم الدين، فإن محبي الحسين مستعدين للتضحية في سبيله بالغالي والنفيس، ولا يبخلون لا بدمائهم ولا بنفوسهم ولا أقل من ذلك ولا أكثر. فهاهم يحيون شعائر هذا الشهر المحرم الحزين على قلوب المؤمنين والمؤمنات، يحيونه بما يرضي الله جل جلاله. فها هو السواد ينتشر في البلاد، وهو ذكر الحسين وذكر الحسين في العزاء يتجدد. فقد صدق قول الشاعر: كذب الموت فالحسين مخلد، كلما مر الزمان ذكره يتجدد. فإننا فعلا نجد أن واقعة الطف الفجيعة وحرارتها موجودة في قلوبنا، وكأنها اليوم لا قبل مئات السنين، بل لعلها تزداد قوة هذه الحرارة التي تعج بحب الحسين وبغض أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا يغرنكم أيها المؤمنون تقلب الذين كفروا في البلاد، فإن متاعهم في الحياة إلا قليلا، ثم إن مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولا تسمعوا إلى كلام المبغض منهم، مبغض للحق وأكاذيبهم التي لا تمت إلى العقل بصلة، بل تمسكوا أو قل ازدادوا تمسكا بشعائركم، فإن ازدياد تمسككم يقطع ألسنة الكذب والدجل. فإني سمعت عنهم أنهم يقولون: لماذا تبكون على الحسين؟ فنقول لهم:
أيها أولى، البكاء أم الضحك؟ بل أنه سمع عن بعض أهل سمع عن أهل الباطن، بل حتى أنه مروي أن الضحك منهي عنه بصورة أو بأخرى، حتى أن بعضهم لم يرى مبتسما على الإطلاق. وهذا قد يكون مرويا أيضا عن الإمام السجاد سلام الله عليه أنه بعد واقعة الطف لم يره أحد وهو ضاحك على الإطلاق، وخصوصا في هذا الشهر، بل كان يكثر من السجود والتهجد حتى لقب بالسجاد لكثرة سجوده. فهذه هي أخلاق أئمتنا تاركين الدنيا بصغيرها وكبيرها، حتى الضحك على الرغم من أنه غير محرم. وأستغل هذه الفرصة لكي أنبه على شيء مهم أيضا، وهي أن الإمام الحسين سلام الله عليه ليس مختصا بالشيعة كما يعبرون، بل هو حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن السائرين على نهجه، فالتمسك به وحبه واجب على كل مسلم ومسلم. إذن فالشعائر المختصة به وبشهره العظيم أيضا غير مختصة بأبناء المذهب، بل هي للمسلمين والمسلمات على حد سواء. وإني وجدت تجاوبا وتعاونا من أخواننا الأعزاء أهل السنة جزاهم الله خير جزاء المحسنين منقطع النظير، بل هم لنا عونا ونحن لهم عونا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حبهم لدينهم ولنبيهم وأتباعه عموما، وكذلك حبهم لوطنهم واستقلاله واستقراره ووحدته وأمنه. وهذه صفات حميدة لقلما تجتمع عند مجموعة من الناس إلا من كان يملك من الإيمان الكثير. فلذا أهيب من إخواننا الأعزاء أن يشاركوننا في أحزاننا وفي شعائرنا، وخصوصا في عاشوراء أي العاشر من محرم، ولنكن يدا بيد لدحر الباطل وأهل الباطل والاحتلال، ولنحيي هذا اليوم العظيم بالشعائر التي ترضي الله كالزيارة والعزاء. فإني آمل منهم الكثير وأريد أيضا منهم الكثير في نفس الوقت، فإنهم لنا محبون ونحن لهم محبون، فلا تكن السياسة نقطة ابتعاد بيننا، ولكي نبعد كل حاقد نبعد كل حاقد عن هذه الشعائر ممن يريدون زرع الفتنة بيننا ممن هم غير منتسبين للإسلام على الإطلاق، وكذا المحتلين. وأرجو من الجميع التعاون معهم قدر الإمكان وإبداء المساعدة لهم بما يشاءون جزاهم الله خير جزاء المحسنين. وأود أن أعلمكم أيها المسلمون أن العدو يتربص بنا الدوائر، والعياذ بالله، إلا أن هذا لا يجعلنا لشعائرنا تاركين، فنحن لا نخاف الموت ولا نهرب منه، بل إن من يمت وهو مقيم للشعائر فله أجر شهيد إن شاء الله. فقد قال السيد الوالد قدس سره: من يقتل في سبيل الله وعقيدته صالحة فهو شهيد بينه وبين الله. وإذا كنا مؤمنين فلا نخاف الموت، بل أهلا به ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شكرا.